اهلا بكم مشاهدينا من جديد، وراح نكمل معاكم فقراتنا. احنا بنتعود دائما او حياتنا بتتاثر ببعض العادات، ممكن تكون ايجابيه او سلبيه، بتبلش معنا منذ الطفوله وبتستمر معنا لبقيه حياتنا. احنا اليوم راح نتحدث بالذات عن موضوع العادات الايجابيه وكيفيه تطوير العادات الايجابيه مع ضيفتنا اللي انضمت لنا بالاستوديو، مدربه المسمى جدا جميل بدي اسمي لك يا نعم، مدربه التامل واليقظه الذهنيه. قد ايه هذا المسمى جميل. ضيفتنا الاستاذه اسيل نصار، اهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور، اهلا. صباح الخير استاذه اسيل، شرفتينا بقدومك بهذه الصباحات. وهنا عندما نتحدث عن الممارسات والعادات الايجابيه، هذا له ايضا علاقه بالطاقه الايجابيه، وانا اصفها دائما بانها وقود النجاح. وهذه فرصه ان نتحدث عن العاده ما بين هلالين، تفسيرها، تعريفها، وما هي وما الفرق ما بين العاده والطبع ايضا، وكيف نحول العادات الى عادات ايجابيه حتى وان مارسناها منذ الصغر. كل ذلك من خلالك سيدتي، تفضل. صراحه حابه اتشكركم بالبدايه لانكم ربطتوا كلمه العاده بشيء ايجابي، وبالعاده الناس لما نحكي عن العادات وتطوير العادات دائما بيروح منحاها للطريق السلبي. هلا العاده هي فعل احنا بنقوم بممارسته بشكل متكرر وبشكل تلقائي لفتره من الزمن لحد ما نصير نشعر بعدم الراحة أو الإحباط إذا وقفنا عن القيام فيه. فالعادة هي ما بمارسها يوم يومين، بمارسها لفترات معينة لا تقل عن أشهر أو سنين، وبالنهاية بحسها جزء من حياتي. زي ما قلتوا في عادات إيجابية وفي عادات سلبية، لكن إحنا يمكن أحيانا لما نحكي عن تطوير عادة إحنا بهمنا نطور عادة إيجابية أو نتخلص من عادة سلبية. بالعادة شو اللي بيصير؟ العادة هي زي ما بتعرفوا الدماغ موجود في عدد هائل من الخلايا العصبية، وهي الخلايا العصبية بترتبط مع بعض عن طريق مجموعة من الأعصاب. مجرد ممارستي لهذا الفعل لفترات معينة بصير زي كأني عم بمهد طريق معين بقويه جوا دماغي بحيث أني أوصل له بشكل تلقائي من غير أي جهد، من غير أي تفكير. وهو هون ببلش العادات، بصير نستخدمها في بنسميه الأوتو بايلوت مود، من غير ما أفكر. أنا بلجأ لها عشان أخفف على حالي جهد وإرهاق. فعشان هيك العادة هي بترسم طريق جواتي، زي كيف لما نمشي بسيارة على طريق مو مزفت أو مو مهيئ أني أمشي فيه بسيارة، أول مرة بتلاقي صعوبة، مرتين ثلاثة، بعد هيك بتحس الطريق صار ممهد أكثر بحيث أنك بتمشي فيه من غير أي صعوبة. نفس الشيء العادة. هلأ العادة والطبع هم كتير مرتبطين ببعض، لأنه إحنا بنحكي العادات هي بتكون 95% من سلوكياتنا وتصرفاتنا. فأنت خلال يومك كل السلوكيات والتصرفات اللي بتتصرفها بتنعكس أو بتندرج تحت العادات اللي انت متعود انك تتصرفها. فلهيك هم مرتبطين ببعض، لكن يمكن الطبع هو شيء سلوك اكثر، لكن العاده هي فعل انت بتقوم بممارسته. طيب استاذ اسيل، بدنا نتطرق لموضوع، هل العادات ان كانت سلبيه او ايجابيه مكتسبه من الاهل بمراحل العمريه المختلفه، من زملاء بالمدرسه، من يعني هل هي مكتسبه من خلال الناس اللي احنا بنعاشرهم بحياتنا منذ الطفوله الى الان، ولا ممكن يكون من جهات اخرى مثلا؟ رائعة صراحة بهذا السؤال. العادات في منها أشياء مكتسبة من البيئات المختلفة وأشياء منكتسبها من البيت نفسه. لكن الأبحاث بتقول أنه أغلب العادات منكتسبها في خلال الفئات العمرية الصغيرة من 3 سنين لخمس سنين، اللي إحنا ما بنكون واعيين، بنفكر بس هذا الطفل همه بس كيف يأكل ويشرب ويلعب، لكن هي بيكتسبها قبل 3 سنين. وخلال هاي الفئة العمرية هو بيكون بس عاشر يمكن بس أفراد عيلته، فهو مبدئيا إحنا أغلب عاداتنا بنكتسبها من عائلاتنا. آبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي بنعيش معهم فترة منيحة خلال أول 3 سنين لـ5 سنين من حياتنا. جميل. إذن المنزل تأثير مباشر له علاقة بالعادات والطباع أيضا، قبل أن نذهب إلى البيئة المحيطة والتواصل المباشر، وهنا باختلاف الفئة العمرية أستاذة أسيل. لكن ما بين العادة والطبع واليقظة والتأمل الإيجابي، هنا كيف يمكن أن نقوم حقيقة السلوك وأن يكون هناك عادات إيجابية حقيقة، ونتخلى عن العادات السلبية إن كانت موجودة، وهذا بطبيعة الحال البشرية بشكل مباشر؟ تفضل. هلأ صراحة العادات
اللي احنا بنكتسبها هي زي ما قلت هي بنكتسبها من عائلتنا، لكن بطل التأثير الوحيد هو الأفراد الأسرة اللي بنعيش معها. زي ما بتعرفوا صار الأطفال يستخدموا التابلت أو استخدام يعني لساعات طويلة، وهذا برضو ساعد أنه يصقل جزء من شخصيتهم، يرسم خريطة جوا دماغهم بحيث تهيئهم أنهم يكتسبوا عادة أو تطور ذهنيا عندهم مهارات معينة. فعشان هيك أنت مش بس بدك تحكم العادات اللي أو التصرفات أو السلوكيات اللي بتمارسها قدام ابنك، كمان بدك تحاول تسيطر على أنواع السوشيال ميديا المختلفة اللي هو بيتعرض لها أو وسائل التواصل المختلفة. بما أنه حكينا عن اليقظة الذهنية وما بقدر إلا أحكي عن هذا الموضوع، كيف ممكن نوظفها حقيقة بهذا الجانب تحديدا؟ صراحة هو الذهن هو الأصل يكون شفاف نقي، بيشوف الأمور بطريقة سليمة وبطريقة واضحة. هلأ المواضيع اليقظة الذهنية والتأمل هي واحدة من التولز اللي بنستخدمها حتى نصفي الذهن، زي كيف المي بتتعكر مجرد أنك ضفت عليها نقطة حبر وبصير تركيزه شوي عالي إذا تبخر جزء من هاي المي. هلأ أنت ما بتقدر تسحب هذا الحبر مرة واحدة، لكن ممكن تضيف مي عليه أكثر عشان يصير حدته أقل بكاسة هذه المي. نفس الشيء الأطباع اللي إحنا بنكتسبها، أوكي أنت اكتسبتها بس هذا مش معناته مستحيل أنك تتخلص منها. ممكن يصعب عليك صراحة أنك بالبداية أنك تتخلص منها أو تسيطر عليها، لكن هذا مو مستحيل. بدك تكرر يعني تمارس عادة إيجابية مكانها لفترة معينة، لأنه زي ما أنت اكتسبت هذيك العادة بسنين أو بأشهر، نفس الشيء بدك تطور عادة إيجابية بدك تحتاج وقت. وزي ما بيقولوا مثلا دكتور ماكسويل قال أنت محتاج أنك تمارسها لمدة 21 يوم بشكل متتالي عشان تطور عادة إيجابية. حلو. ودائما العادة هي مربوطة بتكون بمحفز معين، يعني هذا المحفز إشي أنت بتسمعه، إشي بتشمه أو بتشوفه أو بتلمسه، بيحفز لك واحدة من الحواس بحيث يقودك أنك تقوم بفعل معين، وهذا الفعل بيرافقه مكافأة. شعور بالانبساط، شعور جميل، شعور بالطاقة. زي على فرض يعني أحسن العادات الإيجابية شرب القهوة الصبح، مجرد أنك شميتها فهي مربوطة جوا ذهنك جوا ذاكرتك أنها هي بتعطيك شعور بالطاقة. إذن هي برمجة ذهنية. برمجة ذهنية أكيد. يعني أنت من خلالك أستاذة أسيل عم بتوضحي لنا أنه الإنسان هو بقدرة نفسه يعني بيقدر أنه يعود حاله على شغلة معينة، ممكن أنه مع الوقت خليه يشعر بالسعادة. محتاجين 21 يوم، ولكن محتاجين أيضا غير ال 21 يوم أنه يكون عندنا إرادة لحتى إحنا مثل الدخان مثلا. صحيح. يكون عندنا إرادة لهالموضوع. في نقطة بدي أحكي فيها، كنت تحكي فيها أنت ومشحم تحت الهواء، رح أسرقها منك. بالعكس أبدا. اللي هي التأمل. كنت كان عم بسألك عن موضوع وقلتي له أنه اللي إحنا محتاجين نتأمل تقريبا كل يوم الصبح شوي دقيقة والأدير وما قبل النوم. النوم كمان. كيف فينا إحنا نبرمج حالنا، كيف فينا ندرب حالنا إنه إحنا نتأمل، وهل هذا الشيء مفيد للذهن ومفيد لإنه يعطينا بخلال اليوم شيء إيجابي أو طاقة إيجابية؟ أكيد. هلأ بيقولوا إنه هرمون الكورتيزول في الفترة الصباحية أول ما نصحى من النوم بيكون أعلى نسبة له، وهذا الهرمون هو مرتبط بالتوتر أو بالسترس. فأنت مجرد أنك سمعت خبر أو ولدت فكرة سلبية جوا ذهنك، أول ما تفتح من عيونك هذا بينعكس على كل مودك خلال هذا النهار. كيف؟ فعشان هيك أنا بقول دائما أحسن أوقات أنك تتأمل فيها، تصفي ذهنك، ترتبط مع عالمك الداخلي وتستقبل يومك بحيوية وطاقة إيجابية، هي الفترات الصباحية والفترات اللي قبل النوم. هلأ ليه الصبح؟ لأنه زي ما قلت بتستقبل نهارك بطريقة أحسن، وقبل النوم بيكون مر عليك 70,000 فكرة، فأنت بدك تحاول تتخلص من هاي الأفكار قبل ما تنام عشان تنام طريقة أحسن. هلأ التأمل مجرد أنك أول ما تفتح عيونك تقعد بالفراش تغمض، ترجع تغمض عيونك عشان تلغي كل المؤثرات الخارجية، أو تتبع النفس تاعك من الأنف لحد ما يوصل لأعمق نقطة بالرئة وبعد هيك يطلع كم من مرة. هاد بيساعدك أنك تشعر بالاسترخاء، لأنه التنفس، تمارين التنفس هي بتدخل أكسجين أكثر، فبتحفز الجسم أنه يكون مرتاح وبتصفي الذهن أكثر من الأفكار اللي بتدور بداخله. للأسف إحنا أول شيء بنعمله، بعرفش إذا أنت مش بنفس الشيء، أول شيء بعمله أول ما أصحى من النوم بمسك الموبايل، وهي عادة سيئة. لا يعني ليست بشكل عادة بالنسبة
بالنسبة لي يعني بين الحين والآخر، لكن مش بشكل مستمر ولا بشكل اعتيادي. اسمح لي أن أستمر الدقائق المتبقية سؤال من شقين وعلى غاية من الأهمية. أستاذي أسيل، كيف يمكن أن نغير طباع بعض الشخوص بما يتعلق بحالة النقد عند انتقاد عادة معينة للآخرين وبشكل مباشر ودون يعني توطئة أو تقدمة إذا كان هناك سلوك أو ممارسة أو عادة خاطئة؟ وكيف يمكن أيضا أن نغير فكرة موضوع أن نذهب إلى المتخصصين إن تحدثنا إلى الطبيب النفسي؟ إذا كنت أقوم نفسي وشخصت نفسي أنه أنا عندي عادة سلبية بحاجة لمراجعة المتخصصين، لأنه البعض بيعتبر أنه الشق الثاني تحديدا هو من التابوهات، يعني أنه إذا رجعنا متخصص أو طبيب نفسي أو مدرب يقظة ذهنية يعني نوع من العيب. كيف يمكن أن نتحدث بهاتين الحالتين؟ تمام. هلا بداية حتى أغير طبع معين بشخص أنا حاسة أنه عم بيواجه مشكلة من هذا الطبع، بدك تكون على علاقة طيبة معه. يعني ما بيزبط أروح أحكي لحدا أنا مش كتير أوبن معه أو هو ما بيشعر بالراحة معي أنه أنت فيك واحد اثنين ثلاثة، لأنه ما حيتقبلها مني. بلس أنه يكون هو حاسس بالتأثير هذه العادة أو هذا الطبع على حياته. هلأ إذا جيت قلت لك أنت متوتر أو مجهد أو تعبان، هذا ممكن تتقبلها مني، لكن إذا أنت مش معترف فيها من جواتك جميل. أكيد ما حتغيرها. هذا ما أردت من الشق الأول من السؤال. فعشان هيك أول إشي تاخذ القرار بينك وبين حالك أنك محتاج تغير هذا الطبع أو هذه العادة. مجرد أنك أخذت القرار ممكن تفتح لي هاي التشانل اللي بيني وبينك أني أتقدم وأحكي لك، ممكن أساعدك بواحد اثنين ثلاثة. هلا حتى نغير الطبع أول شيء بيلزمنا مش بعد أخذ القرار صراحة الالتزام. يعني زي ما كوناها هاي العادة خلال أشهر وسنين، فأنت حتى تخلص منها أو تطور شيء جديد بدالها أنت محتاج أنك تلتزم فيها، وتلتزم فيها مش خلال يوم ويومين، بشكل يومي وبشكل متتالي وتنعكس على تصرفاتك وسلوكياتك. لأنه بالنهاية أنت ما بتعزل حالك أوكي هلأ أنا بدي أوقف هاي العادة أو هذا الطبع ولكن أمارسه بعد دقائق، ما غيرت شيء، فأنت بدك تلتزم فيه لفترة معينة. جميل. الشيء الثاني اللي بحب أحكيه دائما، مدى قبول الشخص عند مراجعة المتخصصين؟ القبول الذاتي بدءا وعدم الالتفات إلى الأقاويل تحديدا من الناس، من الأقارب، من الأصدقاء، أنه والله راجع متخصص سواء نفسي، يقظة ذهنية، تأمل، سمي ما شئت سيدي. هلأ صراحة بداية طريقي في هذا المشوار كان موضوع التقبل مش كتير، لكن لا أخفيك حاليا في وعي كتير عالي، لأنه بطلوا يعتمدوا على مدرب التأمل أو اليقظة الذهنية هو سمها وبيعالجهم نفسيا، لكن هو بيعتبروه صار واحد مرشد لإلهم بيساعدهم حتى يتخلصوا من كل العادات السلبية اللي بنحتاج أنه نتخلص منها عشان نعيش حياتنا بطريقة إيجابية وبسعادة أكثر. فعشان هيك صاروا ينظروا لإله زي مدرب الرياضة، كيف إحنا كنا نلجأ له بالبداية عشان أتخلص من وزن زايد، لكن حاليا أنا بلجأ له عشان أحسن من لياقة بدنية. فالمعيار هو مستوى التعليم صراحة ومستوى الثقافة اللي جميل. صارت أعلى جميل. هي أثرت على هذا الجانب من حياتنا. فعشان هيك يعني هو مدرب التأمل أو اليقظة الذهنية هو بيساعدك أنك تعيش بسلام وبسعادة، لكن مش بالضرورة أنه تنظر له كأنه هو حدا أجا يعالجك نفسيا. إذن إحنا بتشكرك على الطاقة الإيجابية اللي أعطيتنا إياها، وبدنا أستاذة أسيل نصر مدربة تأمل يقظة ذهنية سعيدين بلقائك وشكرا لك. شكرا لكم، شرفتينا بقدومك بهذه الصباحات، وهذه الرسائل الإيجابية التي مررت عبر شاشة الوطن الأولى هي كثيرة بتغيير بعض الأنماط التي تتعلق بموضوع العيب والقلق من مراجعة مدرب يقظة ذهنية أو تأمل أو اختصاصي آخر أيضا بشق يعنى أيضا بالحالة النفسية بشكل مباشر. شكرا موصول لك يا أستاذ أسيل. شكرا، شرف لي أني أكون بيناتكم.